عبر السنوات ولقاءاتنا جعلت فيما بيننا علاقة شخصية أقدرها وأحترم تواصلي معك عبر الفترة الماضية، وأكرر مرة أخرى التعازي في ضحايا الزلزال المدمر. أتمنى الرحمة للمفقودين والشفاء العاجل للمصابين، وأتوجه لك بجزيل الشكر على الرعاية والاهتمام الذي أوتموها لي خلال زيارتي وتفقدي لمواقع الزلزال. استقبلتني بحفاوة بالغة وفرطت من وقتك وقت طويل، فبشكرك على هذا، ولكن هو ما نتوقعه في إطار علاقة أخوية راسخة تربط بين شعبي البلدين. هذه العلاقة ممتدة في التاريخ ونعتز بها كثيرا، ونسعد بأن نطلق أنا وأنت هذه المشاورات لتكون المسار لاستعادة تطبيع العلاقات فيما بين البلدين في كافة المناحي، وبدء مرحلة جديدة يكون لها وقعها وأثرها الإيجابي على شعب البلدين، وتؤدي إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في منطقتنا. تباحثنا لما يزيد عن ساعتين من الزمن، تم خلال مباحثتنا تناول كافة قضايا العلاقات الثنائية، الأوضاع الإقليمية، التحديات التي نواجهها، وكانت مباحثات معمقة وشفافة وصريحة بحكم أهمية ما نراه من أهمية لهذه العلاقات. بالتأكيد هناك إرادة سياسية وتوجيهات من قبل رئيسي البلدين عندما اجتمع في الدوحة، وتكليف وزيري الخارجية بمسؤولية إطلاق المسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بعد تطورات السنوات الماضية. ونحن بالتأكيد ننظر نحو الأمام، ننظر إلى كل ما يستطيع أن يعود بالنفع على البلدين خلال المراحل القادمة، واثقين من أن الأرضية الصلبة من ما يربطنا من أواصر المصاهرة والتواصل الثقافي هو الذي يعطينا الثقة بأن هذا المسار سوف يصل إلى بشكل قريب وسريع، سوف يصل إلى الغرض والنتيجة المرجوة من كل من البلدين في إطار استعادة زخم هذه العلاقات وقوتها. نتطلع إن شاء الله لاستمرار التواصل والتنسيق مع معالي الوزير، أيضا فتح قنوات التواصل فيما بين الأجهزة الحكومية، واستمرار عملنا بشكل كثيف حتى نصل إلى ما نتطلع إليه سويا من استعادة هذه العلاقة الهامة. تحدثنا بما هو الخطوة التي يؤدي إليها هذا المسار وتكون مؤشر لتناولنا لكافة القضايا ووجود الأرضية والتفاهم المشترك، وهي أمر لا أقول أنه شكلي ولكنه دال على انتهاء المسار ووجود القدر من التفاهم فيما يتعلق بكافة مناحي العلاقة، وهو توقيت استعادة العلاقات على مستوى السفراء. في أي مرحلة لم تنقطع العلاقة الدبلوماسية فيما بين البلدين، مجرد كان هناك العمل من خلال قائم بأعمال في كل منهما، ولكن العلاقات الدبلوماسية كانت دائما
قائمة، وهناك تمثيل لمصر في أنقرة وتمثيل لأنقرة في القاهرة، والعمل على استعادة العلاقات على مستوى السفراء تبحثنا في هذا الجزئية أيضا، وسوف نأتي إليها في التوقيت الملائم ووفقا لما يأتي به هذا المسار من نتائج إيجابية. في الحقيقة بدأت منذ هذا اللقاء بأن وجدنا أن هناك رؤية مشتركة حول عديد من المواضع، سواء فيما يتعلق بكيفية إطلاق العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا، وأيضا اتصالا بالرؤية إذا كثير من القضايا الإقليمية وكيفية العمل والتنسيق المشترك للوصول إلى نتائج تأتي في صالح مصلحة كل من البلدين. مرة أخرى برحب بمعالي الوزير الأخ العزيز، وأتمنى له إقامة مريحة في القاهرة، وأتطلع إلى استمرار التواصل والتنسيق فيما بيننا، وهذا شرف عظيم وشيء أقدره وأتطلع إليه. شكرا جزيلا. Çok teşekkür ederim aziz kardeşim, değerli basın mensupları. Öncelikle kardeşim Semih Şükrü'ye sıcak ev sahipliği için huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Kardeşim Şükrü'nün ülkemizi ziyaretinden kısa bir süre sonra Mısır'ı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu benim aslında Mısır'a ilk gelişim. Bu da benim ayıbım tabii. Sadece Dışişleri Bakanı olarak değil, bugüne kadar hiç gelmek nasip olmamıştı. Ama bundan sonra daha sık birbirimizi ziyaret edeceğiz. En kısa süre içinde kardeşim Semih Şükrü'yü de Türkiye'de bir kere daha misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyacağım. Özellikle deprem Türkiye'de meydana gelen asrın felaketi depremden sonra bize verdikleri destek için Mısır hükümetine نشكر الحكومة المصرية ونشكر سيادتكم على المساعدات التي قمتم بتقديمها إلى تركيا في هذه الفترة. هذا بيعبر عن التضامن ما بين البلدين. أخي سيادة وزير الخارجية كان من أول من زار إلى تركيا، وبعد ذلك قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزية رئيس الجمهورية والاتصال به من خلال الاتصال التليفوني. وأحب أن أعبر عن سعادة تركيا بالمساعدات الجادة التي أتت من مصر في هذه النكبة، نعم لقد جاءت إلى تركيا بهدف المساعدة 4 طائرات، ولقد كان لنا فرصة سعيدة بمقابلة سيادة الوزير في أنطاكيا إسكندرون. نشكركم مرة أخرى على ما قدمتموه، وكما قلتم سيادة الوزير فإن العلاقات ما بين تركيا ومصر علاقة تاريخية، ثقافة مشتركة، ولهذا نود أن نقوي هذه العلاقات ما بيننا، وبالتأكيد طبعا هذا يحتاج إلى مساعدة ودعم من رئيسينا سيادة الرئيس السيسي وسيادة الرئيس أردوغان. ونحن نعمل على تسهيل لقاء سيادة رئيسي الجمهورية، ولذلك أتينا إلى هنا لنعمل على هذا ونتباحث سويا ما يمكن أن تقدمه دولتنا وما يمكن أن تقدمه دولتكم، وتحدثنا في ذلك. وأحب أن أعبر بعد هذا اللقاء القصير أن كلانا سعيد بهذا، وكلانا مصمم على العمل على الوصول إلى ما نسعى إليه.
İlişkilerimizin tamamen koptuğu yıllarda bile bunu özellikle دائما ما نقول ان العلاقات ما بين مصر وتركيا علاقات مشتركه وقويه حتى في الفترات التي كان ما بين جمود في العلاقات مصر لها دور عظيم في عدة قضايا منها القضية الفلسطينية وهذا ما أود أن أعبر عنه قادما وأثناء تقوية العلاقات ما بين الدولتين يجب أن تنظر كل دولة إلى ما يعود على شعبينا ekonomik kalkınması için var olan sorunların çözümünde الاستقرار والنهضة ولهذا يمكن أن أقول أن لتقوية العلاقات الثنائية أهمية عظمى بما يعود على شعبينا ودولتينا ومنطقتنا ومن هنا يمكن أن أقول أن اعتبارا من الآن فصاعدا سيتم اتخاذ خطوات إيجابية نحو تحقيق هذا koparmamak için de her iki taraf olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ve بكل طرف على كل طرف بعض الإجراءات التي سيقوم ساعيا إلى تأديتها. Yeni dönemde neler yapabiliriz? هذه الفترة نبحث ما هو على كل دولة أن تقدمه لهذا ولهذا لابد أن يكون بيننا لقاءات ومشاورات tablo ortaya çıkıyor. Bugün gerek baş başa görüşmemizde, gerekse heyetlerimiz arasında. Mesela sadece iman ile amel hada min khilal liqaina ala tawila wahida ala mustawa al wuzara ala mustawa al hayat ala mustawa al wuzara ilişkilerimizi, işbirliğimizi bölgesel konularda da ve seyekun taavunna على النطاق المحلي وعلى نطاق المنطقة التي نعيش فيها بالتأكيد قد تبحثنا في ذلك تحدثنا عن بعض القضايا التي تخص سوريا إيراك وإيران الحدود وخاصة القضايا الموجودة في الصومال لقد كان لقائنا حول كل هذا لابد أن نحسن كل العلاقات على مستوى مجلس الشعب مجال التجارة ونتمنى بالتأكيد أن تزيد ويعود هذا على دولتنا وأحب أن أعبر أن هناك استثمارات قوية جدا ما بين الدولتين ونحن نحث كل شركتنا على زيادة ومضاعفة الاستثمار في دولتكم وأيضا أحب أن أعبر أن هذا هو موضوعنا وقضيتنا وهو حث هذه الشركات على مضاعفة الاستثمارات ama diğer kurumlarımız arasında da üçüncü ülkelerle de işbirliği olması gerekiyor. Aynı şekilde inşaat firmalarımızın işbirliğini teşvik edeceğiz. إذا كان اللقاء على مستوى وزارتينا فأنا أود أن أقول أنه سيكون في الأيام المقبلة تعاون من قبل الهيئات والوزارات الأخرى بما يحقق التعاون تضامن ihracat yaptığı ülke Türkiye'dir. Bundan da biz memnuniyet duyuyoruz. ولأن من أكبر الصادرات التي تقوم بها مصر هي تركيا أحب أن أعبر أن نحن أننا ممنونون وسعداء لهذا spot piyasadan olsa da yaklaşık 2.2 milyar dolarlık LNG alıyoruz ve en çok LNG Mısır'dan LNG alan ülke de لمصر استثمارات كبيرة جدا في تركيا وهي نقطة لابد أن نلقي الضوء عليها والأمل هو في تقوية وزيادة حجم هذا التعاون وتوطيد الأواصر ويجب أن ننمي العلاقة ما بين دولتينا
ونحس أيضا قطاع السياحة عدد السياح الذين يأتون إلى مصر وعدد السياح الذين يأتون من مصر إلى تركيا لابد أن يزيد وأتمنى إن شاء الله أن تزيد وتنمو العلاقات مرة أخرى ونتمنى أيضا أن يتم افتتاح مرة أخرى فرع للمركز الثقافي التركي في الأسكندرية كما كان من قبل حتى أن نفعل كل ما تحدثنا عنه لابد أن نعمل سويا وبشكل جاد في الأيام المقبلة بمنتهى المحبة حتى يحدث هذا أشكر أخي سيادة وزير الخارجية سامح شكري مرة أخرى على تعبيره دائما عن سعيه لتقوية هذه العلاقات مثلما نفكر وعن وعده بأننا سنعمل على تقوية هذا وأشكركم أيضا على حسن استضافتكم وكما قلتم سيادتكم فإن لقاءنا كان بهدف كيف يمكن لنا أن ننمي العلاقات ما بين دولتينا ونتمنى أن تزيد اللقاءات على المستوى السياسي والدبلوماسي نشكركم جدا سوف نفتح المجال لسؤالين لكل وزير نبدأ أرجو من كل مراسل يذكر اسمه والجهة التي يعمل بها أستاذ أحمد جمعة تفضل شكرا جزيلا يا فندم أحمد جمعة من صحيفة وموقع اليوم السابع المصري سؤالي لمعالي وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو نلاحظ تطورا في تطبيع العلاقات الثنائية ما بين تركيا ومصر خلال الفترة الماضية ما هي رؤية الجانب التركي للخطوات المقبلة على مسار تطبيع هذه العلاقات بين البلدين وما هي الخطوات التي نتوقعها خلال الفترة المقبلة وسرعة تنفيذ هذه الخطوات شكرا جزيلا Çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşmalarımızda hem kardeşim Semih Şükrü hem de ben de أحب أن أعبر أن محادثتنا كانت بيني وبين سيادة الوزير سامح شكري وبحثنا فيها كيف يمكن أن نطور هذه العلاقات وفي أي المجالات يمكن أن نستثمر مساعينا ونود أن أعبر أيضا أننا قد بحثنا في تنمية قطاع الطاقة ما بين دولتينا وتقوية التجارة وفتح المسارات والمباحثات الدبلوماسية كما كانت من قبل تشاورنا في القضايا الموجودة في المنطقة كانت مشاورتنا حول القضايا السياسية والقضايا التي تخص المنطقة التي نحيا فيها لقد عاشت العلاقات ما بين دولتينا فترة من البرود ولذلك فنحن موجودون الآن لتقوية وإعادة العلاقات إلى مسار الطبيعي القوي وسيكون إن شاء الله ثلاث تطبيقات عسكرية ما بين دولينا سيكون تقوية وإعادة العلاقات من السياسة حتى قطاع التعليم وسنسعى دائما وسويا لندفع الإجراءات نحو هذا المسار أشكركم مرة أخرى أود أن أقول أن أهم ما في الموضوع أن يكون لنا إرادة وعزم سياسي ونود أن نقول سيكون هناك لقاءات وراء بعضها البعض وأنا أحب أن أعبر عن سعادتي مما قاله سيادة الوزير ووعد به
شكرا. سؤال تلفزيون تي ار تي التركي. TRT Haber. Efendim benim sorum Sayın Bakan Şükrü'ye olacak. TRT للأخبار أود أن يكون سؤالي موجه إلى سيادة الوزير سامح شكري. في هذه الفترة سيكون دعوة لسيادتكم في الأيام المقبلة لرجال الأعمال الأتراك، وفي الفترة التي بعد ذلك ما هي الخطوات التي يمكن أن تقوموا بها لتقوية العلاقات؟ وكما تحدثنا أن هناك رغبة لتطوير العلاقات واستعادة زخمها على كافة الأصعدة، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية. تأكيد أن العلاقات الاقتصادية لها مكانة مهمة، ورغم الفتور اللي أشار إليه معالي الوزير في العلاقات، فقد حرصت مصر دوما بألا يتم التأثير على نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بل بالعكس أنه خلال السنوات الماضية نمت هذه العلاقة، حتى وصل التبادل التجاري فيما بيننا إلى حوالي 9 مليار دولار، وهذا مقدار مهم للبلدين، بالإضافة إلى الاستثمارات التركية في مصر اللي بلغت 2.5 مليار دولار خلال السنوات الماضية أيضا، والتواجد للرجال الأعمال والصناعات التركية على الأراضي المصرية كانت دائما محل رعاية واهتمام، لأنها تعود بنفع متبادل على كل من لدي من الناحية الاقتصادية، ناحية العمالة في مصر، وبالتالي كان هناك دائما اهتمام ورعاية للأشقاء من تركيا في إقامة مشروعاتهم على الأراضي المصرية وفي استمرار تنمية العلاقات التجارية في شتى المنتجات الصناعية وغير الصناعية في إطار التكامل والتبادل التجاري. نحن نعمل على ونتصور أنه بالتأكيد مع تطبيع العلاقة، مع استعادة زخمها وقوتها، أنه هذا سوف يؤدي إلى مزيد من الاهتمام من قبل رجال الأعمال في البلدين لتوسيع رقعة الاستفادة المتبادلة. ومن هنا كان لقاء دولة رئيس وزراء مصر مع مجموعة المستثمرين اللي يستمع إلى أفكارهم بالنسبة لتطوير نشاطهم في مصر، ما قد يتعرضوا إليه من عقبات عمل على تذليلها، وسوف نستمر في إطار توظيف الآليات اللي هستعيد حيويتها ونشاطها، سواء كانت مجالس رجال الأعمال، سواء كان التواصل على مستوى مسؤولي البلدين المعنيين بالنطاق الاقتصادي، الغرف التجارية بحيث تتوسع رقعة التعاون ونستكشف مجالات جديدة تعود بالمصلحة المشتركة. لمصر خطط لاستمرار جذب الاستثمار وتذليل العقبات وتوفير الإجراءات التحفيزية لجذب المستثمرين وتوفير الفرص لهم والإمكانيات من خلال إجراءات مبسطة، وبالتأكيد سوف يستفيد منها المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك خلال الفترة القادمة. كل المجالات مفتوحة في إطار هذه الإرادة المشتركة لتنمية العلاقات واستعادة قوتها، ونرى في هذا التواصل على مستوى القطاعات المختلفة وخاصة قطاع الأعمال فرصة طيبة لتأكيد الروابط القائمة فيما بين البلدين. ناخذ سؤال آخر. الأستاذة سوزي الجنيدي تفضلي. شكرا.
سؤال سيادة الوزيرين، لاحظنا أنه سعادتكم تطرقتم في خلال الكلام أنه تم البحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، هل ممكن نلقي مزيدا من الضوء على هذه الموضوعات، وأيضا ما هي فرص التقارب بين البلدين حول تلك الموضوعات في الفترة القادمة؟ شكرا. أنا كما تحدث معالي الوزير، فنحن بحثنا بالإضافة للعلاقات الثنائية الأوضاع الإقليمية، سواء كانت متصلة بالقضية الفلسطينية، بالأوضاع في ليبيا، في سوريا، في العراق، الاتفاق الأخير لتطبيع العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، عمل على مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، تحقيق الاستقرار بصفة عامة، والقدرة المشتركة للبلدين بحكم ما لديهما من قدرات وموارد بالإسهام الإيجابي في التوصل إلى حلول المشاكل القائمة. أيضا بالتأكيد تطرقنا إلى الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية على المستوى الدولي، وكان كما قلت من قبل حديث معمق، حديث طرح رؤية كل طرف لهذه الأوضاع القائمة وكيفية تجاوز العثرات المرتبطة بها لاستعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات بشكل كامل. Çok teşekkür ediyorum. Aslında Bakan Şükrü, değerli kardeşim Semih, görüştüğümüz konulara genel anlamda değindiler. نحن الآن في تقييم هذه العلاقات، تحدثت عن القضية الفلسطينية، شهر رمضان يقرب، ثم بعد ذلك العيد، ونسعى ألا يكون هناك أي اضطرابات في المسجد الأقصى في فلسطين، ولذلك كانت مشاورتنا و مباحثتنا حول هذا الموضوع، وتوعدنا أن نكون يدا واحدة في تقوية المساعي للعمل على ذلك. أيضا تحدثنا عن إزالة العقبات، ولقد كان هذا في زيارة سيادة الوزير إلى تركيا، نعطي أهمية كبيرة جدا ونذكر الجميع بأنها قضية مهمة. ثم تحدثنا عن القضية الروسية الأوكرانية وما تقدمه البلاد، ولقد تحدثنا في ذلك اليوم وما هي المساعي التي يمكن أن تفعلها البلاد، وأحب أن نود أن أثر هذه الحرب قد أثرت على كلا دولتينا، سواء على مستوى الأسر، وأيضا أحب أن أعبر أن الأزمة يمكن أن تولد أزمة نووية، ولذلك نسعى كلانا إلى التأثير على روسيا والعمل عقد اتفاق، وإن شاء الله سيكون بعد شهرين مساعي أخرى، تحدثنا عن ذلك، وتحدثنا كما قلنا من قبل عن القضية العراقية والقضية السورية، وتحدثنا عن المشاورات، وتحدثنا عن مكافحة الإرهاب الموجود في سوريا، واتفقنا على أنها نقطة حساسة جدا، وكان لتقييم العلاقات الثنائية في المنطقة مكانا. هابر تورك، تفضلي. ها
Habertürk kanalından Sena Alkan. Sorum Sayın Bakan Çavuşoğlu'na olacak. Sayın Bakan 9 yıllık bir boşluktan bahsettiniz konuşmanızda. Sueli lisiyadet el vezir Mevlut Çavuşoğlu. Büyükelçilerin atanması sürecine ilişkin biz sizden an et temsil et diplomasi. Bir yandan da Cumhurbaşkanı ala mustawa sufara mebeyne el veled. Vaka kana fi Katar lika beyne الرئيس السيسي ورئيس أردوغان في قطر إلا أنني أسأل عن اللقاءات الرسمية تحدثنا أنا وسيادة الوزير سامح شكري عن تنسيق لعقد لقاء قريب إن شاء الله وسنسعى إلى تحقيق ذلك ومن ناحية أخرى تحدثنا عن تبادل الزيارات على المستوى الاستخباراتي وبنعتبر أن اليوم هو بداية تحدثنا فيها مع سيادة الوزير سامح شكري عما يمكن أن يتم بذله في المرحلة القادمة وبالتأكيد طبعا إحنا نسعى لتنسيق مجيء سيادة الرئيس قد يكون قبل الانتخابات وقد يكون بعد الانتخابات سيكون هناك لقاء قريب مرتقب ما بين الرئيس أردوغان والرئيس السيسي بالتأكيد التنسيق والإعداد لهذا يقع على عاتقنا بالتأكيد فتح علاقة بعد 9 سنوات يجب أن يلقى كل الترحيب والسعي وسنعمل سويا وبجهد على تحقيق ذلك في نهاية المؤتمر الصحفي إذا أذنتوا لي فأود أن أتوجه بالتهنئة لأخي معالي الوزير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وعلى كافة الوفود المشاركة وعلى سيادتكم أعضاء الصحافة إن شاء الله يكون شهر كريم مليء بالبركة والسلام والهناء لكم والأسرتكم ونستمتع فيه بالروابط الثقافية العديدة اللي تبادلناها عبر العصور فهنائك وأتمنى لك كل التوفيق شكرا جزيلا çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bir kere daha أشكركم جدا وقبل كل شيء أحب أن أعبر عن سعادتي بحسن استضافتكم أحب أن أهنئ دولتينا وكل العالم الإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان وأتمنى أن يكون هذا الشهر شهر كريم يجلب الاستقرار والسلام إلى شعبينا ومنطقتنا